السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شهيد ومغترب جزائري يتكلم عن اعتذار شاب خالد من الجزائريين، تابعوا معنا هذا الفيديو. السلام عليكم خوتي، انا كي حطيت الفيديو تاع الشاب خالد فهمتوا ما هو مجرد نوصل في الفكرة للناس وما تكلمتش باسم الناس. تبع الفيديو مليح، تكلمت باسمي انا كواليد بسكرة. انا نآمن باللي الله عز وجل نغلطوا مرة ونغلطوا زوج ونغلطوا ثلاثة ونغلطوا ربعة ونغلطوا خمسة ونغلطوا الالف والالفين، ونهار اللي نجدوا الرب سبحانه بقلب طيب نقول له يا ربي اسمح لنا واغفر لنا، ربي سبحانه ديرك يمسح عليك سيئات ويغفر لك. كيفاش انا عبد انسان يجي يطبطب باب داري ويقول لي يا وليد اسمح لي، يا وليد بيطني، يا وليد انا جيعان، يا وليد انا بردان. هذا مثال برك نعطيكم، مانيش نحكي على الشاب خالد، مثال كيف ما نفتحلوش باب داري وما نرقدوش وما نوكلوش. مانيش جزائري، جزائريين قلوبهم بيضاء، جزائريين رجال يغيروا على بلادهم صح بصح قلوبهم بيضاء. انا نعرف باللي الجزائريين قلوبهم بيضاء، نشوف عمركم لا كنتوا جزائريين. وانا كي تكلمت في الفيديو روح تبع الفيديو لاخر دقيقه، ما تبعش الكلمات الاولين روح تبعوا لاخر دقيقه. قلت له يا شاب خالد انا نحكي على نفسي وان شاء الله الشعب الجزائري يسامحك، تحطونيش في راس المدفع انا فهمتني. انا قبل ما نوصل لك الفكره وقبل ما نتكلم الفيديو نعاودو مره وزوزو الف، باسكو نعرف عقليتكم شوما هاتوا تلصقوا تيكي الواحد برك فهمتني. وربي يهديكم وربي يسامحكم، وهذا الانسان راه ولد بلاد وراه جزائري وكان غلط والا كان مجرور عليه فهمتني، وحب يرجع. باب التوبه ديما مفتوح، وباب الجزائر ديما مفتوح للجزائريين، للجزائريين مانيش نحكي على جنسيه واحده اخرى، للجزائريين اللي يبغوا بلادهم واللي يندموا ويرجعوا ويبغوا بلادهم فهمتني، ويدافعوا على بلادهم. الله يهديكم وانت حر اخي العزيز، تحب تسامح تحب ما تسامحش، انا وصلت لك الفكره. وانت حبيت تسامح حبيت ما تسامحش، الله يسهل حاجه تخصك. انا ما نتكلمش باسم الناس، نتكلم باسمي انا، حتى كي ندافع على البلاد ندافع باسمي انا وليد بسكرة. ما ندافعش نقول فلان قال والله فلان قالت والله فلان جا قال لي يقول. انا كنت ادخل تيك توك تاعي تلقى زيرو ابوني صافي، ندير ما كانش ناس راهي تدز فيا وما كانش ناس راهي تخلص فيا وما كانش ناس راهي توريني وتقول لي دير ودير. حتى السياسه مانيش سياسي ومانيش راجل سياسي، انسان غيور على بلادي، انسان غيور على بلادي، على بلادي. مادامني غيور على بلادي حتى ما نكونش رجل سياسي، نكون مجاهد في سبيل الله حتى بكلمه الحق. الله يهديكم وما تحطونيش في راس المدفع، اللي حب يسامح يسامح، اللي حب ما يسامحش ما يسامحش، من حقه. مانيش ضدكم مانيش ضدكم، كي ما تسامحش على بلادك مانيش ضدك. انا انسان مسامح، انا انسان مسامح مع العدو، مسامح مع الصديق، مسامح مع الناس كل، باسكو نامن بحاجه اللي ربي سبحانه اللي خلقنا الكل، اللي خلق الارض وخلق السماء وخلق البحر وخلق الدنيا كل وسامحنا. كي نغلطوا 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 سمع عليها انا نبي هبط من السماء، يعني حياتي كل كانت غلط، بس كي رحت لربي سبحانه ودخلت للجامع ودخلت للمسجد حسيت براحه نفسيه، حسيت بالله راضي عليا. الله يهديكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.